انا كنت بغيت نعاون حيت ما كنتش بغيت نخرج وحيت لي انا الا درتي شي حاجه من قلبك و فريمون بغيتي ديري شي حاجه من قلبك ماشي ضروري تهدر ولا تهضري عليها قدام الناس ولا قدام الجورناليست ماشي ضروري الا بغيتي ديري شي حاجه ديرو من نيتك يا حيت كلشي بينك وبين الله سو اللي بغيتي ديري داكشي علاش ما كنتش بغيت نقول للناس حيت ملي شفنا السيتويشنز ديال الناس وكيفاش كانوا حيت ما كانوش كيخدموا وكانوا خصهم شي حوايج باش يعاونهم انا وماما لايك اقتصرنا باش نعاونوا الناس ونعطيهم داكشي اللي خصهم في الناس ديال داك الجبل والجبل والناس اللي كاين في المدينه كلشي لايك حاولنا نعاونوا الناس اللي كنا نقدروا ما يمكن ليناش حنايا اي صدقه او هديه ما يمكن ليهاش يدار ليها الاشعار وبالاخص الا كانت على اقتناع ان حنا ملي جلسنا في هذه الفتره في المغرب اكتشفنا بان كاينين حالات الناس كتعيشها مزريه وبالاخص في هذيك الفتره لان الكل توقف الناس انقطع عليهم العيش اليومي بالاخص الطبقه اللي كتعيش على يعني اليومي العيش اليومي ديالها دونك تاثرنا بزاف حاولنا حنا نديروا داكشي محبه لله في سبيل الله وفدوك الناس وتعاوننا معاهم وكنا تنقولوا من الاحسن ما يخرجش هادشي صحافه لان ما تنديروهش للتشهير كنديروه من حب لينا لدوك الناس والحب الخير.